السلام عليكم. كالعادة فيديو حصري، بس فيديو المرة ده هيوفر عليك فلوس. ازاي ثبتت وشغلت نظام اندرويد كامل بتاع شاشة تلفزيون على فلاشة؟ حاليا النظام شغال على الشاشة اللي ورايا دي، شاشة LG دوت، هو الريموت بتاع الشاشة، ولكن مش محتاجين ده كله في حاجة. النظام اشتغل وكله تمام، فاضل اللمسات الاخيرة واننا نفعله وافتحه معاكم. صراحة انا اتبسطت لما لقيته اشتغل وكله تمام، وهعرفك الدنيا دي تعملها عندك ازاي على اي شاشة عندك، سواء سمارت، عادية، ذكية، ايا كانت. وتعالى بقى نفتح النظام ونشوف البرامج اللي فيه وبحر التطبيقات الكبير بتاع الاندرويد، يلا بينا. طيب بص يا صديقي العزيز، وطبعا انا هجيب لك الخطوات ديت من البدايه والاخطاء والمشاكل اللي ممكن تحصل معاك وحصلت معايا وازاي ان انا حلتها. بدايه دوت يعتبر زي نظام الاندرويد الموجود على التلفزيون عادي، في عندك الباور والسليب وكل حاجه تمام. خلينا نروح، تقدر من هنا انك انت تغير الاسم بتاع التلفزيون بتاعك. ديت هي البدايه خالص، هقول له اندرويد تي في، مرحبا بك في الاندرويد تي في بتاعك، الشاشه الرئيسيه، شاشه معرفش ايه، كل الحاجات ديت هنتخطاها. وطبعا جوجل بلاي بيقول لي هنا جرى اضافه اللمسات النهائيه، يا مسهل ويا اهلا وسهلا بيك على نظام التشغيل الجديد من اندرويد. واهم حاجه عندنا هنا هو جوجل بلاي ستور واليوتيوب، وتقدر انك انت تضيف تطبيقاتك وعندك افلامك وعندك حاجات كتيره جدا، ووتشت ونتفليكس والكلام ده كله، بصراحه شيء عظمه جدا. فخلينا نروح على اهم حاجه، متجر جوجل بلاي، نتاكد ان هو شغال بشكل سليم وكل حاجه تمام. طب هنا الاتفاقيه الاستخدام هقول له قبول، اتمنى بس ان ما يحرجنيش، لان انا حرفيا دي اول مرة اجرب معاكم النظام. اوكي، هو علق، فتحته وقفلته تاني، لقيت معانا التطبيقات اللي موجودة على جوجل بلاي، ودي كلها تطبيقات تلفزيون تقدر انك انت تثبتها عندك. فبصراحة يعني شيء عظيم جدا جدا جدا. خلينا ننزل لتحت، في عندنا الواتش ديسكفر ومعرفش ايه وادوات، وطبعا التقسيمات. معروف طبعا ان متجر جوجل بلاي عليه مئات وعشرات والاف من التطبيقات، عليه تطبيقات كتيره جدا. تطبيق الميديا ستيشن اكس، التطبيق دوت انا عايز انزله طبعا لان تطبيق معروف ومشهور، وانا ممكن لو انتوا عايزين نعمل عليه شويه فيديوهات ننزله. التنزيل شغال معانا على طول 2 100%، تم التنزيل. طيب التثبيت، طيب عظيم جدا. لو انا دخلت بقى على القائمه الرئيسيه بتاعه التلفزيون، وخلينا ندخل كده على الاعدادات من هنا بالظبط، وكانها اعدادات التلفزيون اللي موجوده عندك، في عندك التطبيقات، كل الخصائص بقى والامكانيات اللي جوجل بتحطها في نظام التشغيل بتاعها، اللغه، لوحه المفاتيح، اعدادات العرض، سيستم، وحده التخزين، الحاجات دي كلها. طب عشان ما اطولش عليك برضو، يعني احنا كل حاجه شغاله عندنا تمام. اليوتيوب، اوكي انا عارفك انك انت هتبقى مبسوط عشان في يوتيوب موجود عندك على الشاشه بتاعتك. كل حاجة عندنا شغالة تمام. فتح على وضع الجست او وضع الضيف. فخلينا بقى نروح نشوف ازاي اننا نظبط هذه الاشياء على الكمبيوتر بتاعك. يا ريت ما تنسناش باللايك الجميل والشير، لان المحتوى ده فعلا متعوب عليه. يعني انا جربت كمية محاولات، شايف كمية السلوك اللي قدامي دي، جربت محاولات كتيرة عشان النظام يشتغل معاك بسلاسة، بدون تهنيج، بدون تقطيع، كل حاجة فيه تشتغل تمام التمام. حتى في بعض تطبيقات مش متوفرة انها تشتغل عليه، لان ده يعتبر مش تلفزيون، هنزلها لك برضو، اقول لك ان ازاي انك انت تحملها وتشغلها وتبقى معاك تمام. صديقي العزيز، اولا عشان تكون عارف احنا بنعمل ايه، اذا انت عندك شاشة عادية عايز تحولها لشاشة سمارت، فبتروح تشتري جهاز اسمه تي في بوكس، بيبقى شغال بنظام سمارت ونظام اندرويد، وبتوصله على الشاشة بتاعتك. فاحنا هنعمل ايه بقى، والجهاز دوت تقريبا سعره مش رخيص، يعتبر سعره غالي شوية. فاحنا هنعمل ايه، هناخد نظام التشغيل اللي موجود على جهاز التي في بوكس دوت، ونحطه على هذه القطعة، على الفلاشة دي. فتعالى بقى نشوف نعمل كده ازاي. كده ستارت ريكوردنج، ثانية، ثانيتين، 3 ثواني، اوكي. هنحتاج فلاشة تكون 8 جيجا او اعلى، وده الزامي، لان التطبيقات اللي انت هتنزلها هتتثبت على الفلاشة، ويفضل انها تكون بتدعم اليو اس بي 3.1، ولو انت عندك كمبيوتر حديث شوية ده تفضيل مش اكتر. فحطها في المنفذ اللي هو لونه ازرق، منفذ اليو اس بي الازرق، لان دوت منفذ 3.1. ولو مكتوب جنب المنافس عندك ده يو اس بي 2 ده يو اس بي 3، حطها في اليو اس بي 3. انا لا عندي فلاشه يو اس بي 3 ولا منافذ اليو اس بي 3، ولكن حبيت اقول لك لو عايز انك انت تخلي العمليه والاداء يكون اسرع وافضل شويه. طيب خلينا نروح على جهاز الكمبيوتر، نفتح الفولدر دوت. طب هننزل من الرابط الاول في التعليق الاول البرنامج الاول اللي هو اسمه ريفس، هتنزل البرنامج دوت، وهتنزل الملفات بتاعتنا بتاع الاندرويد برضو من الرابط الثاني في اول تعليق مثبت. تمام كده، هنشغل البرنامج، اقول له يس. خلينا الاول نروح
نفرمت الفلاشة بتاعتنا لأنها دخلت عليها كده. ديت هي الفلاشة، جاني اتثبت عليها نظام التشغيل وتمام. هقول له فورمات كويك فورمات، اقول له ايوه تمام اوكي. خلينا نرجع مره تانية للفولدر اللي احنا كنا عليه. بالنسبه للبرنامج اللي احنا منزلينه زي ما انت شايف فهو نازل كده مضغوط، فهنفك عليه الضغط، بنضغط عليه كليك يمين وبعدين هقول له اكستراكت للفايلز بتاعتنا. عشان الوقت انا عملت له اكستراكت قبل كده، هنا بيقول لي انت عايز انك انت تعمل له ريبليس ولا ايه، فانا اقول له لا. ديت هي الملفات اللي احنا عملنا ليها استخراج. طيب هنشغل برنامج الريفس وبعدين هنخش عليه من هنا. اول خطوه هتلاقيه اتعرف بشكل تلقائي على الفلاشه اللي انت مركبها. انا عندي الفلاشه في حرف الاي مساحتها 16 جيجا. طيب تمام، هقول له كده سيلكت، هضغط هنا سيلكت عشان اختار الملف اللي انا فكيت من عليها الضغط اللي هو الملف ده اندرويد تي في 9. هضغط عليه وهقول له اوبن. طب الخطوه اللي جايه دي بقى يا ريت انك انت تركز معايا فيها، انت نوع الهارد عندك يا ترى هو جي بي تي ولا ام بي ار اللي هو نوع تقسيمه الهارد. لو انت فتحت من هنا بيقول لك اختار ام بي ار ولا جي بي تي. لو الكمبيوتر بتاعك حديث على الاغلب وده اكيد هيكون جي بي تي. طيب اتاكد ازاي؟ بص معايا، خش على ماي كمبيوتر وبعدين مانج، خش على ديسك مانجمنت، استنى ثانيه بيحمل. هنفتح مثلا الديسك اللي متثبت عليه الويندوز، هضغط عليه كليك يمين وبعدين اقول له بروبرتيز وبعدين ادخل على الفوليومز. هتلاقي عندك هنا البارتيشنال ستايل اللي هو ماستر بوت ريكورد اللي هو ام بي ار. انا عندي ام بي ار، وخد بالك من النقطه ديت عشان ما تتلخبطش فيها، انا عندي ام بي ار ولكني هختار جي بي تي. ليه؟ لاني عندي في الاصل الجهاز هو جي بي تي بس انا محوله لام بي ار. ولو عندك الجهاز بتاعك جي بي تي فهتلاقيه بيدعم الاثنين، ولكن لو عندك الجهاز ام بي ار فهتختار ام بي ار وبس. طيب تمام كده، تمام، عندك ام بي ار تختار ام بي ار، جي بي تي تختار جي بي تي. انا عندي هختار انا الجي بي تي. ليه؟ لان عندي لو انت اخترت ام بي ار فمعنى كده ان الاقلاع عندك بيتم من خلال البايوس، ولو انت اخترت جي بي تي فبيتم من خلال اليو اي اف اي، واليو اف اي طبعا هو الاسرع والافضل والاحدث، فانا هخليه على اليو اف اي بالنسبه لي عشان العمليه والاداء يكون اسرع. هنا تقدر انك انت تغير الاسم مثلا ايا كان الاندرويد 9، اي اسم انت عايزه. هنخلي الفايل سيستم على فات 32 زي ما هو. بالنسبه للسايز هنختار اقل حاجه 4096، وبعد كده هقول له ستارت. بيقول لك هنا تحذير ان كل حاجه على الفلاشه هيتم حذفها، هقول له اوكي تمام. في نقطه هنا دلوقتي عايزين نتكلم فيها، احنا هنبدا نعمل اقلاع لجهاز الكمبيوتر بتاعنا بس بدل ما يدخل على الويندوز يدخل على الفلاشه. طيب ازاي بقى اعمل الحركه ديت؟ ادخل على جوجل، انا عندي مثلا جهاز كمبيوتر من لينوفو مثلا، فهكتب لينوفو بوت منيو كي على سبيل المثال. انت عندك اي جهاز تاني هتغير لينوفو بقى لاتش بي لايسوس ايا كان اللي عندك، هتلاقي في اول نتيجه بحث هنا بيقول لي اضغط على اف 12 او الفانكشن زائد الاف 12. تمام جدا، خليك فاكر الزرار ده. هنا لازال عندي بيحرق الملف الايزو على الفلاشه، فهستناه لحد ما يخلص. برنامج خلص وكل حاجه عندي تمام. خلينا افتح الفلاشه اتاكد من الملفات اللي عليها اللي هي اندرويد 9. ما تقلقش الشكل بتاعها هيتغير بعد ما ترستر الكمبيوتر. في عندي هنا نقطه، لو انت الجهاز بتاعك قوي يعني بيدعم بقى اليو اس بي 3 وفي مداخل سريعه والجهاز اصلا قوي يعني وكل حاجه فيه تمام، فتقدر انك انت الملف دوت اللي هو داتا 4 جيجا ممكن ان احنا نعمل له اكستراكت كده هنا للفايل، وناخد فايل الداتا اللي جواه ونحطه على الفلاشه لو انت محتاج داتا وتطبيقات اكتر والكلام ده كله. ولكن خد بالك الخطوه دي لو الجهاز عندك بطيء، لو ما عندكش يو اس بي 3 هتلاقي ان في بطء وتهنيج شويه في نظام التشغيل بعد ما نثبته، فدي خطوه ترجع لك انت. انا بالنسبه لي مش هعمل كده، وفي نفس الوقت الملفات ديت ممكن ان احنا نحذفها ملهاش لازمه عشان تخفف شويه الحجم من على الفلاشه. تمام، حذفنا كل حاجه. هبدا بعد كده ان انا اعمل ريستارت للكمبيوتر، خش على الويندوز وبعدين هقول له ريستارت. طيب تمام كده، وصلنا كيبل الاتش دي ام اي من الكمبيوتر على الشاشه، لان طبعا برنامج مسجل الشاشه مش هيشتغل والكمبيوتر مقفول. يبدا ان هو يعمل ريستارت، هيبدا الكمبيوتر يفتح معايا، فانا هضغط على اف 12 بالشكل دوت ضغطات متتاليه عشان اخش على البوت منيو. طيب هنا انا عندي في هارد وده كمان هارد واليو اس بي اللي هو اخر حاجه اللي مكتوب جنبها يو اس بي اتش دي دي، هضغط عليها بالشكل ده. هلاقي عندي ظهر لي رساله الايرور دي، طبعا هي هنا المسجل الشاشه فصل من على الشاشه. لو جيت تبص على اللابتوب هتلاقي بيقول لي هنا ان هو مش قادر انه يعمل بوت من اليو اف اي او اليو اي اف اي
لان عندك الكمبيوتر بتاعك بيدعم البايوس، بس البايوس ليجاسي مود دوت، لان انا مختار هنا جي بي تي. لو انت عندك ام بي ار واخترت جي بي تي هيظهر لك رساله الخطا ديت. ولكن انا عندي طبعا زي ما قلت لك الكمبيوتر بيدعم اليو اف اي، فلو رجعنا تاني كده على الشاشه هيبدا ان هو يعمل ريستارت ودخل معانا على الفلاشه. هضغط انتر، لو رحت هنا كده هيقول لي، بيقول لي ديتكتنج اندرويد تي في وفاوند ات معرفش ايه، بيبدا ان هو يحمل البيانات. استنى عليه شويه كده. اوكي، بدا ان هو يحمل، جاب لي جوجل على طول وبيبدا ان هو يدخل على نظام التشغيل. جميل جدا، بدا النظام ان هو يفتح معايا، بيقلب عادي جدا، مفيش لاج مفيش اي مشاكل. هنزل تحت اختار اللغه العربيه، ادي العربيه، اقول له اوكي. بيقول لي هنا جاري البحث عن التحديثات، والنقطه ديت مهمه جدا. ليه؟ النظام هنا محتاج ان هو يتصل بالانترنت عشان يبدا ان هو يبحث عن التحديثات وتبدا انك انت تظبطه. في عندك ثلاث طرق، اما من خلال الواي فاي او كيبل الايثرنت اللي هو كابل النت العادي، او من خلال الموبايل بتاعك. طيب بالنسبه لاول طريقه، الواي فاي عندي في مشكله في الكمبيوتر فمش راضي ان هو يشتغل عليه النظام، فديت مشكله عندنا بس مش هتظهر معاك. وفي نفس الوقت اللابتوب ما فيش فيه مكان لسلك النت ان هو يدخل فيه، فانا استعنت بيه الموبايل من خلال كيبل اليو اس بي زي ما احنا شايفين، اليو اس بي تايب سي مع الكمبيوتر، وموصل له نت والدنيا شغاله عادي. ولكن انا حبيت اعرفك برضو علشان ايه لو حصل معاك اي مشكله او شيء من هذا القبيل. هقول له هنا متابعه. طبعا خلينا نظبط الاعدادات اللي في الاول ديت، ندخل الايميل بتاعنا بسرعه ونرجع لكم على طول. طيب تمام جدا، النظام بدا ان هو يشتغل معانا، وزي ما احنا شايفين سريع وسلس، مفيش عندي اي مشاكل. يبدا ان هو يفتح. اوكي، حمل. تمام، اهم حاجه بقى عندي هو التطبيقات، وطبعا متجر جوجل بلاي. لو انا قلت له احصل على المزيد من التطبيقات تقدر انك انت تحمل اي تطبيقات انت عايزها. اوكي، هو ظهر عندي رسالة خطأ عادة المحاولة. طب خلينا نخرج كده ونرجع نفتحه مرة تانية، يحرجنا في قلب الفيديو ده ولا ايه. اوكي، فتح معانا، كل حاجة شغالة تمام جدا. في عندك بحر طبعا من التطبيقات بتاعة جوجل بلي وتطبيقات وتقسيمات وحاجات تانية كتير. خلينا نرجع تكة لورا كده، لو دخلنا مثلا على التطبيقات الخاصة بالالعاب، جميل ان النظام شغال بسلاسة مفيش عندي فيه اي مشاكل. هنا التالي بتخطي وحاجات بقى انك انت تظبط الاعدادات الاولية. احنا بنتأكد بس ان كل التطبيقات شغالة معانا تمام مفيش اي مشاكل. لو فتحت اي تطبيق لايف تشانلز مثلا دوت برضه بيفتح معايا وشغال باداء جيد جدا. الاعدادات بتاعت التطبيقات بقى والحاجات دي كلها تعتبر ايه، قصة كبيرة. اهم حاجة ان النظام وكل التطبيقات اللي عليه شغالة تمام، مفيش عندي فيه اي مشاكل ولا اي لاج. وبس كده يا سيدي، ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة. قبلك اي مشكلة او اي حاجة عايز انك انت تسأل عنها اسألني في التعليقات، واشوفك على خير في فيديو قادم جديد. تنساش ان محتوى القناة بتاعنا كالعادة هتلاقي محتويات كتيرة حصرية جدا وقوية. وبس كده، السلام عليكم.